ما الذي يجعل نساء روسيا ومشاهير السوشيال ميديا والنجوم يمزقن ماركاتهن المفضلة باهظة الثمن من شانيال وهيرميز؟ اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة من عارضات أزياء والمؤثرات في موسكو غاضبات يقمن بقطع حقائب شانيال الخاصة بهن بالمقصات والآلات الحادة. وتوالت المقاطع للنساء الروسيات يظهرن وهن يمزقن حقائب من العلامة التجارية الفرنسية الباهظة الثمن شانيال، احتجاجا على منعهن من شراء منتجات جديدة من علامتهن التجارية المفضلة، متهمات الشركة بالخوف من روسيا وتأجيج الكراهية تجاه الروس ما أسموه برهاب الروس. قالت مارينا أرمشكينا مقدمة البرامج التلفزيونية والممثلة، وهذا بينما كانت تمزق حقيبتها: لا توجد علامة تجارية واحدة تستحق حبي لوطن الأم واحترامي لذاتي. إذا كان امتلاك شانيال يعني بيع بلد الأم فأنا لست بحاجة إلى شانيال. كما شجعت النساء على تحطيم كل ما هو شانيال وقالت: بالنسبة لنا النساء الروسيات وجود شانيال ليس بالأمر المهم، نحن الذين كنا وجه هذه العلامة التجارية. بينما مزقت عارضة روسية حقيبة شانيال القيمة في مقطع فيديو قائلة أن شانيال لا تحترم عملاؤها، فلماذا يجب علينا احترامهم؟ ويأتي احتجاج الروسيات بعد قيام العلامة التجارية الشهيرة بغلق متاجرها في روسيا، كما امتنعت عن بيع حقائبها واكسسواراتها وعطورها وجميع منتجاتها الفرنسية الفاخرة للروس. كذلك مطالبة العملاء الذين لا تعرف مكان إقامتهم الرئيسي بالتأكيد أن السلع التي يشترونها لن تستخدم في روسيا، امتثالا لقرار فرض العقوبات على روسيا جراء الغزو الأوكراني. أوقفت عدة علامات تجارية غربية عملياتها في روسيا، بالإضافة لإغلاق جميع متاجرها بروسيا، ومنها LVMH التي تمتلك علامات تجارية مثل كريستيان دور وجيفانجي وبولغاري وغيرها الكثير، والتي تمتلك 124 متجرا في روسيا وحدها. كذلك دار هيرميس صانعة حقائب بيركن باهظة الثمن، وريتشمونت مالكة شركة كارتييه السويسرية.